السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله. نتمنى يلقاكم فيديو ديال اليوم في أحسن الظروف والأحوال إن شاء الله. فيديو اليوم نورمالمون كان خصو يكون مخصص لمنتوج نيو أكسيديل اللي وعدت به المتتبعة الوفية أني غادي نخصص لي فيديو هذا الأسبوع. كنظن إلا بقيت كنتذكر فهي الأخت الكريمة ربيعة أم علي. نتمنى ما نكونش غلطت كالعادة، لكن للأسف مازال ما توصلتش بالمنتوج، يعني الفيديو تأجل للأسبوع المقبل إن شاء الله، فمعذرة. لهذا اختاريت ندير لكم الفيديو ديال اليوم على واحد المنتوج من الاختيار ديالي، فهو منتوج جد هائل كإهداء مني للناس اللي كتبع تريتمون أنتي تاش أو تريتمون دي بيغمونتون. الناس اللي كتقلب فقط على تنظيف عميق وجيد مع اضفاء واحد النضاره والاشراقه للبشره، وكذلك الناس اللي كتبحث ودائما كنلقى هذا السؤال في التعليق على منتوجات ماشي من صنع فرنسي. جبت لكم اليوم منتوج نيو ستراتا لاموس اكسفولييشن ووش من لاغام نيو ستراتا كيما قلت، وهي يعني غام امريكيه اللي صراحه ما نقاش نتكلم لكم على جميع المنتوجات ديالها لاني متاكده انها ما غاديش تحشمني معكم بتاتا، ولاني دائما كنبغي نرضي ونفرح الناس العزاز على قلبي بحالكم. فنيو ستراتا ستين اكتيف اكسفولييتين ووش 125 ml هي واحد لاموس اللي مقشرة منظفة للبشرة بامتياز. فأي واحد فينا كيعرف القيمة والأهمية ديال تنظيف البشرة والجلد على حد سواء باش تنزولو كل الزوائد الأوساخ الدهون الخلايا الميتة من فوق الجلد ديالنا. فباش تكون عندنا واحد البشرة أو جلد صحي نقي خالي من الشوائب، كذلك في عملية التنظيف كتنقي لنا بعمق المسام وكتزول لنا أي حاجة كتخنقها وكتسدها وكتخليهاش ما كتخليش هذيك المسام أنها تقوم بالدور المنوط بها، وبالتالي حتى البشرة فهي كتختنق وما كتوصلهاش الكمية اللازمة من الأكسجين. كذلك احنا كنعرفوا بأن عملية التنظيف للبشرة فهي كتنشط لنا الدورة الدموية في الجلد، وبالتالي فكيولي عندنا واحد الجلد أو واحد البشرة اللي هي صحية بطبيعة الحال إلى تمت عملية التنظيف بمواد اللي هي جيدة وبطريقة أجود. هذا الشيء اللي قلنا كامل الناس يقدروا يفهموا منه اننا خصنا نوصلوا للوجه ديالنا بواحد الطريقه اللي هي عنيفه وقويه، ونختاروا ليه مواد اللي هي قويه باش ننظفوه مزيان. هذا خطا كبير، فعمليه اختيار منظف هي جد مهمه وحساسه. لهذا فنيو ستراتا لاموس او ليكسفولييتين ووش هي هذه اللي كتشوفوها هنايا قدامكم، هي هذه العلبه ديالها هي هذه، وهذه هي لاموس. فقلنا بان نيو ستراتا ليكسفولييتين ووش او لاموس اكسفوليون نيتويون فهي غسول فريد من نوعه، كيحتوي على مركبات مفيده جدا لصحه البشره كحمض. كمثال غادي نعطيكم حمض المالتو بونيك، كنظن حمض المالتو بونيك اللي كيلعب دور التطهير واعطاء انتعاشه للبشره. كذلك فهو يحتوي على خاصيه الميكرو بيرين المتمثله في خلاصه الفواكه، وكذلك الخيار. كيحتوي او كتحتوي هاد لاموس على تركيبة مضادة لشيخوخة البشرة ومحاربة التجاعيد، خاصة ما يعرف بليغيد ديكسبرسيون. هذا ما كيعنيش بأن راه غادي يكونوا عندنا تجاعيد في الوجه وهذا الغسول غادي يحيدو، لا،
فهي كتعمل لنا او كتلعب لنا دور الوقاية، كتلعب لنا يعني مادة وقائية كتمنع ظهور التجاعيد او كتاخر لنا ظهور التجاعيد. لانني دائما كنقول لكم راه ما كاين حتى شي حاجه كتعطل ظهور التجاعيد، ماشي كتعطل بلوتو، ما كاين حتى شي حاجه كتمنع ظهور التجاعيد، غير هو كاينين اخطاء اللي كنديروها فكتخلي التجاعيد تبان في وقت مبكر، خاصه ما يسمى بالعيد ديكسبريسيون. فهاد التجاعيد فما عندها حتى شي علاقة بعامل السن، بل لها علاقة بعادات سيئة كنقوم بها، كسوا يعني في المنتوجات اللي كنديروا الوجه ديالنا، اللي كنغسلوا بها او كنرطبوا بها او كنحميوا بها الوجه ديالنا. كذلك في هذوك لي غريماس اللي كنبقاو نديرو، فكاين اللي كيبقى هكا كيجمع الحجبان ديالو فكيكون عنده ما بين العينين دوك الشراطي، كاين اللي عنده جهه ديال الفم، كاين اللي عنده في الجانب ديال العينين، فهادو كلهم كيتسموا دي غيد ديكسبريسيون، ما عندهم حتى شي علاقه بعامل السن. لهذا ف لاموس اكسفولييتين واش ديال نيوستراتا كتساعدنا على اننا نتفاداو هذا المشكل، لانها كتقوم بالعمليه ديال الترطيب وتحفيز الجلد على يعني تفادي هذوك الاشياء اللي كتسبب لنا في هذا التجاعيد. وبعكس ما قد يخطر بالبال من الاسم، فانا من قبل وانا كنقول لكم نيوستراتا اكسفولييتين واش، فالاسم ديال اكسفولييتين فاكيد كلكم فهمتوا منه بانها مقشر، وباننا ما غاديش يمكن لنا نستعملوها كغسول يومي للوجه، بالعكس تماما. فنيوستراتا اكسفولييتين واش هو غسول يومي كيمكن لنا نستعمله مرتين في اليوم ولا ضرر من ذلك بتاتا. كنغسلو به مره في الصباح وكنغسلو به مره في الليل، فهي كتوفر على مواد مرطبه كالورد وزيت الجليسيرين، وهذا الشيء اللي كيجعل منها غسول يومي وليست مقشر. كذلك ففيها مجموعه من المواد اللي ماشي قاسيه على البشره، بالعكس فهي خفيفة وزوينة والفعالية ديالها على الجلد جد هائلة وجد رائعة. فهي ليست مقشر ولكن هي غسول للاستعمال اليومي. نيوستراتا الاكسفولييتين واش كذلك فهي قلنا غسول يومي منظف كيساعد على تجديد خلايا الجلد والتخلص من الجلد الميت. كذلك فهي كتحفز لنا الجلد على التفاعل وامتصاص باقي المنتجات المعالجة او اللي كنستعملوها كاشياء يومية للبشرة ديالنا كوقاية. استغفر الله، بغيت نقول لكم روتين ولكن ما قديتش مقوة البشاعة ديال هذه الكلمة، فاش ولينا كنسمعوها انا شخصيا كنخاف، ما بقيتش قادرة نقول كلمة روتين. يعني فنيوستراتا كتعاوننا على ان الجلد ديالنا او البشره ديالنا كتمتص لينا بسهوله لي تريتمون اللي كنكونوا كنديروا او اي حوايج كنديروها حنا يوميا، مثلا كنديروا شي كريم مرطب، كنديروا ايكرون، اي حاجه كنديروها. فنيوستراتا بالتركيبه ديالها كتساعد الجلد على انه يمتص هاد الاشياء بسهوله وبجوده عاليه، وبالتالي فحنا كنستافدوا من دوك الكريمات او اي حاجه كنديروها او السيروم او الزيوت او اي حاجه كنديروها للوجه ديالنا. كيف ما قلت فهي كتجي في الحجم ديال 125 امل، كما كتلاحظوا فهي كتجي يعني في هاد لا فورم بومب. صراحه انا اي غسول كيجي في لا فورم هكا بومب فراه كيعجبني، وانتم راه عارفين الناس اللي متبعيني من الاول فراهم عارفين علاش هاد المساله، لان حتى لو برودوي كيبقى لداخل سيكوريزي، ما كيتقاس بحتى شي عوامل خارجيه وما كتوصل ليه حتى شي بكتيريا، فهو كيبقى ايزولي يعني منعزل على اي اعتداء خارجي. فانا اي غسول كيجي في البومب او حتى اي كريم فراه كيعجبني بزاف، عاد كما قلت لكم فراه كيبقى ايزولي على اي تاثير خارجي.
بالنسبة للثمن ديالها فهو ابتداء من 190 درهم. هذه اللي كنوريكم هنايا صراحة يعني بون كنشك انني غناخدها باسكو عجبتني بزاف، عاد على حسب داكشي اللي قريت على حسب لا فورماسيون اللي درت صراحة عجبتني بزاف بزاف. عاد تقدر دير ليا يعني الا تقاوس عليها غنغسل مره في الصباح ومره في الليل فغادي تقدر دير ليا حتى دو موا. فاحنا كنسلقوا الوجه ديالنا مزيان بالماء وكناخذوا واحد شويه، راه ماشي الكميه هي اللي كتغسل ولكن الكيف هو اللي كيغسل، وكنديروا مثلا جوج او ثلاثه ديال المقيطات في الوجه ديالنا وما كنفركوش بعنفنا بشويه، كنخليوها جوج ديال الدقائق على الوجه ديالنا، كندوزوها على وجهنا وكنخليوها مده دقيقتين ومن بعد كنغسلو بالماء البارد صالحه لجميع انواع البشره بدون استثناء. كتقدر تستعملها المراه الحامل والمرضع، لا ضرر في ذلك بتاتا لان ما فيها حتى شي مواد اللي ماشي هي هذه، كذلك صالحه للبشره الحساسه. فانا عطيت نيوستراتا اكسفولييتين واش الناس اللي دايرين البيلين، الناس اللي متبعين دي تريتمون كيما قلنا انتيتاش، فلا ضرر منها بتاتا وما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تخليكم يعني تهربوا منها او تخوفوا منها. نتمنى المنتوج ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وندوز دابا السؤال اليوم، بقاو معنا مع شي حتى شي واضح. رجعت لكم من جديد، وسؤال اليوم هو من عند الاخت والمتتبعه الكريمه لاتي ام، كتقول اختي وفاء عندي واحد المشكل مع الكريمات المرطبه هو انهم كيسبوا لي الرؤوس السوداء وحتى الشعر كنلاحظ انه كيزيد في وجهي ملي كنستعملهم. باش نقدر نعوض الكريم خاصه ان البشره ديالي مختلطه وفي البرد كترجع جافه نوعا ما. شكرا صراحه القناه ديالك تستحق توصل لمليون مشترك، شكرا على المجهودات اللي كتبذ ليها. العفو حبيبتي لاتي ام، هذا من كرمك ومن طيب اخلاقك، وشكرا لكم كلكم نتوما اللي كتقولوا الكلام الطيب في حقي. راه غنقول واحد الحاجه، اي انسان كيقول كلام طيب وكيدير شي حاجه اللي زوينه فهذا كينم وكيعبر على ان هذا الانسان راه طيب وعنده اخلاق عاليه، حيث حنا عارفين دائما كنقولوا كل اناء بما فيه ينضح، واكيد الانسان طيب فما مثل ليه غير يقول كلام طيب وحس غير بالمشاعر الطيبه. فجوابي على سؤالك حبيبتي لاتي ام، فانتي يعني تقريبا راك عرفتي المشكل اللي عندك شنو هو، بشره مختلطه ومادام كتنشف لك نوعا ما، يعني ما قلتيش ليا انها كتنشف لك توتالمون فصل الشتاء، فصلين الخريف والشتاء، يعني راه بها نسبه ديال الدهون. لهذا دائما كنقول لكم راه حسن اختيار المنتوج فيه نصف العلاج، فراه ما يمكنش اللي كيصلح ليا انا يصلح الاخر ويصلح الاخر ويصلح الاخر. نقدروا نتفقوا حنا جوج ثلاثة أربعة 50 شخص، ولكن ماشي 100% غادي نتفقوا على منتوج واحد. راه ما كايناش شي حاجه كاينين شي حوايج اللي ما كيصلحوش بزاف ديال الناس، يعني كيصلحوا لفئه معينه دون فئه اخرى. فلهذا اختي انا كنصحك في الحاله ديالك، سولتك قلت لك شنو هما الكريمات اللي كنتي استعملتي، فانت قلتي لي كنت كنستعمل اسونسييل ايدغاتاسيون انتونس ديال نيفيا. حاولوا تتفاداو في الترطيب نيفيا غارنييه جونسون، هاد المسائل كلها حاولوا انكم تتفاداوها في الترطيب، خاصه في النهار. انا غادي ندير لكم فيديو على هاد الاشياء باش نشرح لكم بالضبط شنو هما المشكل. ابري كندير اكتيان دو كري اكتيان، اكتيان جد هائله حبيبتي لاتي او ان، غير كنظن انك خديتي اكتيان كريم غيش ديال البشره الجافه، وفي هذه الحاله فراه غتعطيك النتيجه عكسيه سورتو ان عندك بشره مختلطه. كنتي تاخدي لا ليجير، ولكن بليسكو جربتي اكتيان انا غادي نتفادى انني نعطيك اكتيان ليجير. الوغ كندير ويل دامون دوس بالليل وفي النهار غير ليكرون دي كريم لاسكرين صامش، غادي تخليك في ويل دامون دوس غديريه في الليل، وفي النهار غادي تغسلي الوجه ديالك مزيان 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 بزاف، عاد باش كتخلصي من داك الزوائد ديال الزويوت باش ما تبقاش تكفي البشره وتاديك وتعطيك السواد، وغتخليك في ليكرون ديالك مادامك مرتاحه فيه. وغادي ننصحك بنوريفا
غادي تاخدي فيها لا كريم ليجير صافي بلاتي نشوف انا صراحه ما كنتش وجدت اكواريفا فوالا اكواريفا اكواريفا كريم ليجير غادي تعجبك كتعطي واحد ليدراتاسيون بوندون 24 و لي لابوراتوار نوريفا يعني كيعجبوني لي برودوي ديالهم ما عرفتش واش عندك اعتراض على لا غام المهم ايا كانت الاحوال فانا كنصحك باكواريفا ليجير خديها ديريها راه زوينه غادي ديريها هي الاولى وعاد غادي ديري فوق منها ليكرون ديالك عادي وراه غادي تعجبك بزاف وما غاديش دير لك المشكل ديال الرؤوس السوداء ولا حتى يعني المشكل ديال الشعر الزائد غادي يبدا يتزاد لك بتاتا وكنتمنى انك يعني تخبرينا ب يعني بالتجربه ديالك مع اكواريفا وكنتمنى لك ليله سعيده كباقي المتتبعين والمتتبعات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى اللقاء غدا ان شاء الله